عايز اسالك على حاجه، عايز اسالك على حاجه. انا عارف ان هي من طموحاتك الكبيره يعني، وانت كنت من زمان حتى وانت موجود في وادي دجله كنت بتطمح لده. المنتخب التونسي لسه في افكارك؟ حاسس ان انت ممكن في يوم من الايام قريب يعني تبقى موجود مع المنتخب التونسي؟ والله يا كابتن بص، والله النقطة دي بتاع منتخب تونس، والله هقول لك يعني الحقيقة، أنا في قلبي بقوله على طول، منتخب تونس مش فاكرني، مش بيكلمني، مش بيسأل عليا، مش ولا حد مثلا من المسؤولين بيقول لي جهز نفسك هتيجي، ولا احنا متابعينك ولا حاجة، يعني منسي خالص يعني، مش موجود. فاهم؟ فأنا بالنسبة لي لو استدعوني مرحبتين، ما استدعونيش عادي، بشتغل على نفسي وعندي طموحات أكبر من كده. تمام، الحمد لله ان شاء الله خير يعني، ان شاء ايه الله خير. ايه طموحاتك اللي اكبر من كده؟ واحد يلعب في فرقه كبيره، انا بلعب دلوقتي في انبي فريق كبير يعني، طبعا الواحد يطمح يلعب في اهلي وزمالك مثلا، او بره من تونس في فرقه، بره من مصر يعني فرقه كبيره. فاهم؟ يطمح الواحد يلعب يشوف يعني.